Okay, today we'll talk about some applications on labeling. We'll talk about three applications. The first one is longitudinal sections. We call them profiles. Second one is cross sections. And the third one is contouring. Let's start with the first one. Longitudinal sections, profiles, أو المقاطع الطولية. في حدا منكم ما اشتغلش المقطع الطولي في المختبر؟ شو يعني؟ ما خدتوهوش في المختبر؟ لا بس مش بطريقة هاي يعني ما رسمنا ما عيننا خدته في المختبر المقطع الطولي وعطيته سكشن لشارع بطول جاوب على كد السؤال اخذناه اخذته ماشي اعطوكم منطقه بطول كديش 150 متر كنتوا تاخذوا قراءه كل كديش كل 10 متر وبعدين رحتوا على الكمبيوتر شنتوا على الكمبيوتر ولا على اليد؟ طيب على اثنين فعملتوا محورين horizontal axis vertical horizontal axis represents distance vertical axis elevation نزلتوا النقاط وصلتوا بين النقاط صح؟ وصلتوا بينهم بخطوط مستقيمة زي هيك مش هيك؟ اوكي اذا you are familiar with longitudinal sections or profiles المقطع الطولي يعني تتخيل انه لو معك مشرط اداة حدي شربت الارض على طول المشروع بعدت بين النصين اللي انشرطوا وبعدين اطلعت على الخط الفاصل بين الهواء واليابسي هذا الخط الفاصل هذا هو المقطع الطولي صح؟ لو تخيلته مرسوم على محورين بيكون عندك horizontal axis is the distance vertical axis is the elevation ومنين بنجيبهم هدول من جدول الميزانية مش في عنا عمود reduced level وعمود distance هم هدول العمودين اللي احنا بنستخدمهم في رسم المقطع الطولي واضح الان سنجيب على عدة اسئلة طبعا انتوا اشتغلتوها انه هنا في الرسمة هاي اللي عندي كل كديش أنا بأخذ نقطة 20. كل 20 في الميدان المختبر كل كديش أخذته 10. طيب سؤال كل كديش أخذ نقطة 10. Here's 20 meters In the lab it was 10 meters In some places it could be 50 meters مين اللي بيحكمني التضاريس انت بشكل عام اذا انت مساح بدك ترد على ايش؟ على مواصفات المشروع. يكون عطاء نازل بيقول لك والله بدنا تعملنا مقطع طولي وبدنا تاخذ لنا نقطة كل 10 أو 20 متر. أنت ملزم. بس لو أنت كنت بتحط سبيسيفيكيشنز فأنت اللي بتحدد المسافة. واللي بحددك قديش المسافة هي مين؟ تضاريس. إذا في عندك فاريشنز كبيرة في التضاريس، يعني تغير كبير يعني قلل المسافات علشان تحافظ على ايش؟ What we call it the character of the terrain اللي هو شكل الارض تحط عليه واضح؟ بينما لو كنت بصحراء والارض شبه منبسطة ومفتوحة شو بتعمل في المسافة؟ بتكبرها ممكن تاخذ 50 متر واضح؟ طيب السؤال الثاني هو ليش لما بنرسم بنوصل بين النقاط بخطوط مستقيمة زي الأفريج السبب يا شباب هو أنا ما بعرف الأرض هي ماشي هيك ولا هيك صح حسب النقاط اللي عندي أنا موجود عندي بس ارتفاع النقطة هاي وارتفاع النقطة هاي هل موجود عندي ارتفاعات in between no. فخير الأمور أوسط
هلا لو كانت الأرض هيك كان أنا مفروض فيي أخذت نقطة إضافية في المنطقة هذه علشان أحافظ على شكل الأرض. بس مدام أنا مش ماخذ كرات إضافية معناته بعتمد إنه الأرض بشكلها regular slope منتظمات الانحدار من النقطة هي للنقطة هي. واضح؟ سؤال رقم ثلاثة. If you look at the scale here, we chose a vertical scale that is 5 to 10 times the horizontal scale. In this case, it's 10 times. واحد لمية قد الواحد على ألف على كديش؟ عشر مرات. Why? Why didn't we use the same scale for horizontal and vertical? نعم. ممكن تكون ال distance مسافات كبيرة وال level مسافات قصيرة. لازم أعمل إشي يوازنهم يعني مش إشي. خلينا أنا أحكيها بلغة تانية مظبوط اللي تحكيته إنه أنا ممكن أقطع كيلو متر كامل في الأفقي 1000 متر يعني بينما ما يكون عندي variations في التضاريس بأكثر من 10 متر. ممكن أو مش ممكن؟ يعني اللي جاي من منطقة طول كرم أنت بتمر بسهل دير شرف صح؟ مين جاي من منطقة طول كرم هنا؟ تعرفوا سهل دير شرف؟ ممكن تمشي كيلو متر كامل وما فيش الأرض نفس المنسوب. اللي جاي من منطقة حوارة برضو في عندك منطقة متبسطة تمشي أكثر من كيلو. اللي جاي من منطقة جنين عندك سهل عرابي في حد ضل. اللي جاي من بيت فوريك وبيت دجن عندك السهل هنا ممكن تمشي كيلو متر كامل ما فيش طلوع ولا نزول. فلو بدنا نعملهم نفس مقياس الرسم الريجولاريتيز الصغيرة هاي في التضاريس ما بقدر أظهرها. شو بدنا نعمل؟ بدنا نلجأ للمبالغة. فلو زدنا مقياس الرسم العمودي 10 مرات فبصير التفاصيل الصغيرة هذه مالها؟ بصير 10 أضعاف الحجم تبعها أو السايز تبعها فيما لو كانت على نفس مقياس الرسم الأفقي. مزبوط؟ يعني أنت بالغت فيها فتظهر بشكل واضح. عشان هيك بنستخدم مقياس رسم للعمودي 5 إلى 10 أضعاف مقياس الرسم الأفقي. إيش صار؟ الآن خلينا نشوف باقي التفاصيل هاي الموجودة تحت من أجل point اللي هو رقم النقطة which could be numeric or alphabetical ممكن 1, 2, 3, 4 أو ممكن A, B, C, D. distance هي المسافة بين النقاط 0, 20, 40, 60. طبعا ضروري المسافة مش ضروري تكون موحدة يا شباب يعني هو موحدة 0, 20, 40, 60, 80 بس لا يمنع انه انا بين الاربعين والستين اخذ نقطة اضافية اذا وجدت انه الارض نازلة هيك وبعدين رايحة هيك ممكن انا اخذ قراءة اضافية هنا. ليش؟ لو بدي اعتمد بس على هاي النقطة وهي النقطة ووصل بينهم خط مستقيم بكون هذا شو عملت فيه؟ الغيته صح؟ to keep the character of the terrain حتى تحافظ على شكل الأرض. يعني صح احنا كل 20 متر عمالنا ناخذ قراءة بس لا يمنع ان ناخذ قراءات معززة اذا حصل تغير مفاجئ في ايش يعني ضمن هال 20 متر تبعتك. احنا ماخذين 20 20 20 20 بس في ضمن هال 20 في احد الاماكن كان في عندي تغير في التضاريس فشو بنعمل؟ ناخذ قراءات اضافيه. احنا بنحافظ على 20 تبعتنا بس بناخذ قراءات اضافيه معززه حتى نحافظ على شكل التضاريس. واضح الكلام هذا؟ اوكي هذا شو هو؟ جراوند اليفيشن اللي هو الارتفاع اللي انت جبته من الجدول الميزاني. مش عندك ريديوس ليفل وعندك ديستانس هذا اللي هو خانه الريديوس ليفل. اوكي الثلاث خانات اللي بعدهم هدول احنا عملناهم. احنا ليش عملنا المقطع الطولي اصلا؟ شو الهدف منه؟ بدنا نعمل تصميم معين. ممكن يكون بدنا نحط ماسوره ميه، ماسوره مجاري او بدك تصمم شارع. لنفرض بدنا نصمم شارع.
لنفرض نصمم شارع وهاي الشارع اللي احنا بنصممه هاي وين انت بتكون باختيار الشارع تبعك. وهذا الحكي يا شباب تاخدوه ليتر في المواصلات. مش هنسمح للسيارة انها تمشي على التضاريس كما هي، مش منطق الحكي هذا. فبدك تكون باختيار راوت معين، شارع، مسار، بميل معين. طبعا في له ميل صح، يتمشى مع التضاريس. تقدرش تعمل شارع هوريزونتال من A إلى B إذا كانت A و B أصلا هما بمناسيب مختلفة، بعدين التضاريس لا تسمح لك بالحكي هذا صح. بدك تتمشى مع التضاريس ضمن السلوب اللي السيارة تقدر تسلكه. يعني برضو ما بقدر أعمل سلوب لو بدك تطلع من المستشفى الوطني لقمة الجبل الشمالي، تقدر تطلع الجبل هيك؟ تقدرش. يعني في limitations للسلوب، أمور تاخدوها هذه بمساقات المواصلات فيما بعد، فمش راح نتطرق لتفاصيل كثيرة. ولكن من ضمن الشغلات اللي انت بتاخدها بعين الاعتبار لو بدك تختار طريق، بدك على الأقل يعمل بالانس بين القط والفيل. مش في مناطق فيها قط ومناطق فيها فيل؟ يعني تكون في شوية بالانس بينهم. يعني الفوليوم للقط يساوي تقريبا الفوليوم للفيل. فانت كمصمم، طبعا هذا هو الاليفيشن، هذا الريديوز ليفل، وهذا الديستانس. هذا ديستانس. انت كمصمم رحت اخترت الخط هذا اللي هو الخط الاحمر كمحور للمشروع تبعك. وين بتقاطع هذا الخط مع المحور العمودي؟ بيعطيني الديزاين اليفيشن. مش هذا هو المنسوب للمشروع تبعك؟ سجله. ايوه هي ديزاين اليفيشن. الارض الطبيعيه هي وين منسوب؟ ده بالمنطقه هاي في عندي قط ولا فيل؟ فيل. بعمق قديش الفرق بينهم؟ فبنضيف خانتين، خانه القط. في عندنا اول شيء خانه للديزاين اليفيشن غير عن الجراوند اليفيشن، وبنعمل خانه للقط وخانه لمين؟ للفيل. في هاي المنطقه كان في عندي فيل بعمق قديش؟ 39 سم. بنعبيها طيب على بعد 20 متر. هنا شو في عندي بعمق قديش؟ منين جبتها ال 35؟ صح هي موجوده في الجدول هلا، بس كيف اجت؟ الفرق بين طيب هو قديش الديزاين؟ الفرق بينهم ماشي، الجراوند معروف بس الديزاين قديش؟ حسب السكيل. شوف يا شباب هذا الخط نقدر نجيب الميل تبعه كيف؟ خذ لك خط افقي هيك من النقطة هذه، خذ أي نقطتين، خذ افقي ونزل عمودي، اقرأ قديش هذا فرق الارتفاع بين النقطة هاي والنقطة هاي اللي هو هذا البعد، اقرأ قديش المسافة، إذا هاي المسافة دي وهي دلتا اتش. دلتا اتش على دي شو بعطيك؟ ثاني الزاوية هذه اللي هي ايش؟ سلوب. السلوب بيجي من الرسمي. الان شو معنى السلوب 1%؟ معناه اذا بمشي 100 في الافقي برتفع او بنخفض حسب الاتجاه اللي انت ماشي فيه. في هاي الحالة نرتفع. بمشي 100 في هاي الحالة برتفع بالعمودي واحد. طب اذا بمشي 20 برتفع قديش؟ طيب اذا مشينا 100 25 نزيد 25 اذا بمشي 100 برتفع واحد. اذا بمشي 20 قديش برتفع؟ 20 سم. طيب هاي النقطه ارتفاعها ديزاين اليفيشن هي وينه؟ طب الديزاين اليفيشن لهي النقطه، هاي النقطه ترتفع او بالافقي تبعد قديش؟ 20 متر.
اذا هي ترتفع عن هاي النقطه حسب سلوب 1% بكديش؟ طيب ضيف 2 في العشرة لها 0.2 plus 97.87 بيطلع عندك 98.07. هذا هو الديزاين إليفيشن. الآن ground إليفيشن هيو minus design إليفيشن شو بيطلع عنا؟ بيطلع عنا قط بعمق 0.35. طيب النقطة اللي بعدها design إليفيشن شو بيساوي؟ بيساوي ديزاين إليفيشن اللي هنا زائد 0.2 كمان. مش في برضه من هنا لها مسافة 20 متر؟ إذا هاي النقطة ترتفع عن هاي النقطة بكديش؟ 0.2 متر 20 سم. بطلع ارتفاع النقطة هاي وين؟ النقطة هاي اللي هنا نفوقها الديزاين إليفيشن بزيد عن الديزاين إليفيشن لهذه بكديش 0.2. هاي 0.27 0.47 0.67 0.8 مالهم ما شاء الله. شفتوا كيف بنجي من ديزاين إليفيشن؟ الآن الديزاين إليفيشن عندك ground إليفيشن difference between them gives you the depth of cut or fill. هيك الجدول بيكون اكتمل. أي استفسار؟ هل محتاج طول؟ هذه هي بعض النقاط الرئيسية. الآن أنا بدي أثير سؤال. لو طلعنا هان على سبيل المثال هذا البعد اللي انا حطيت عليه اشاره شو بيمثل؟ شو بيمثل؟ الفرق بين الجراند شو بيمثل هذا البعد؟ الفرق بين الديزاين والجراند ريليشن. طيب في هاي الحاله عمق اللي بدنا نقطعه شو هو هذا؟ هاي باختصار شديد سي يو تي قط. ايوه قط. طيب عمق قديش؟ 54. طيب وهان برضو هذا شو؟ قط بعمق 94 سم. اذا كل الاتربو والصخور في هاي المنطقه شو بدي اعمل فيها انا؟ السؤال انه انا عندي عمق القط هنا depth of cut here is equal to 54 centimeters. وين؟ طب انا عندي شارع عرضه 10 متر. هل 54 سنتي عمق القط نفسه على عرض الشارع؟ طب شو عرفني نفس الارتفاع؟ هل يعني مرت عليك الارض؟ احنا لما اخذنا طيب عندنا منطقة عرضها 10 متر، احنا لما اخذنا النقطة هاي اللي طلع عمق القط فيها 54 سنتي وين اخذناها؟ مركز الشارع مقطع عرض قسمت اللاين تبع الشارع. خلينا نتخيل الشارع عندي بلاطتين على الأرضية هذه. الخط الفاصل بين البلاطتين هو السنتر لاين. فاحنا لما نعمل مقطع الطولي مش قلنا المقطع الطولي إذا بدك تتخيله ناتج عن وكان معك أداة حادة أو مشرط بتشرط الأرض في السنتر لاين بتباعد بين الجزئين وبعدين بتطلع على الخط الفاصل بين الهواء والتضاريس بيطلع عندك المقطع الطولي. فاحنا الأرض أو الشارع هذا اللي عرضه 10 متر وين شرطناه؟ النص. فإذا النقاط A و B و C و D هذول كنا ناخذهم وين كنا ناخذهم؟ في النص. أنتم لما عملتوا مقطع طولي للشارع وين كنتوا تحطوه؟ في النص. طيب هل الشارع على جنبيه له نفس الارتفاعات زي النقطة اللي انت اخذتها؟ لا مش زي ما عملنا مقطع طولي هيك بلزمنا نعمل ايش؟ مقطع عرضي نتعرف على التضاريس كيف؟ مشان نحسب كميات. هي هاي الكمية اللي بدي احسبها كيف بحسبها؟ هلا هاي المنطقة بدي ارسم لكم اياها 3 دايمنشنال ماشي؟ هي هاي المقطع الطولي مرة ثانية جبناه من محل ثاني. الآن القي لي النظرة على هاي المنطقة. شوف لي الرسمة هذه. شوف شو فيها. عمق القط قبل شوي كان عندي 54 سنتي
هناك 91 سنتيم بغض النظر يعني انه انا اقل احنا الفكره انا عندي cut section انا عندي cut section لانه الارض بتضاريسها زي ما هي انت لما بدك تنشي شارع وهذا حكي راح يمر معكم فيما بعد شو اللي بتعمله تعمل ميول للقط هنا وفي له اسبابه مش راح اتعرف عليه لاحقا وبعدين عندي الشارع هذا هو الشارع اللي بتمشي عليه السياره هاي الارض الطبيعيه هاي شكلها الطبيعي من فوق بتحفر بتعمل جوانب وطبعا في شغلات ثانيه انا مش حاططها كلياتها ممكن تعمل هنا قناه تصريف ميه طبعا يكون الشارع عندك في المنطقه هذه هي المنطقه هذه بس احنا هذا حكي ما بدنا نمر على تفاصيله هلا لزمناش على كل حال نعطيكم فكرة عن انواع السكشن مش غلط تذكروا شايفين المنطقة هذه ولا مش واضحة عندكم شارع تونس نازل شارع تونس وين جابر للألعاب وادي التفاح شايفين كيف الأرض مرتفعة على جنب أي الشارع هان وهان الأرض كيف كانت يا شباب كانت هيك سر الكلام إنه هاي الكتب الأرض كانت هيك هم شو عملوا قصوها مشوا الشارع هلا انا عندي هاي وسط الشارع هاي عمق القط بس على الجنبين هل عندي نفس العمق لا هذا فولي قط سكشن في عندي فولي فيل سكشن فولي يعني كله بالكامل اذا كان عندك شارعين واحد هيك واحد هيك زي الشارعين اللي بيمروا من امام ملعب البلديه والشارع اللي بينزل على طول كده هذول في بينهم منطقه منخفضه اللي منطقه وادي التفاح بسموها مش عندك شارع وشارع وبدك توصلهم ببعض شو بدك تضطر تعمل في الحاله كله فين زي هذا الشارع هذا هو مصور هناك ومعظم شوارع نابلسية من النوع الثالث هاي تضاريس هيك كانت بتقص اللي على اليمين وبتعبي فيه المنطقه اللي وين على الشمال فار شركات الفار شركات الان هاي المنطقه هنا فولي كوت وهنا فولي كوت ان 3 دايمنشنز هاي شكلها ايوه هان السكشن كلياته كوت وبعد ال اللي هي في الحاله هاي 20 متر برضو فولي كات فلو قلنا لك بدنا نحسب كمية كات هذا كلياته the volume of cut منطق لو كان عندك ترابيزويد شو الترابيزويد شبه منحرف عندنا قاعدة طولها بي 1 القاعدة الثانية بي 2 وهذا كان اتش شو المساحة بتساوي قاعدة هاي زائد القاعدة هاي على 2 طب هاي ما هي مشابهة لها بس بدل قاعدة مساحة عندي هنا مساحة اي 1 وهنا مساحة اي 2 المسافة بينهم ال فالفوليوم هذا شو بيساوي؟ A1 زائد A2 على 2 حتى احسب A1 او A2 شو بلزم نعرف؟ ميول الجانبية للشارع، الشارع انت قصيته هيك هذا الحكي معروف اعترفوا لاحقا في المواصلة عرض الشارع انت المصمم شو اللي ضل علينا نعرفه؟ واحد مثلا هنا عمق القط في الوسط هي وينه ولكن هان هل هو نفسه طب منين نجيبه
فبدنا نعمل مقطع أرضي. كل الحكي هذا عشان نوصل لك فكرة ضرورة وجود عندي مقطع أرض. طيب في المقطع الطولي شرطنا الأرض على طولها صح؟ في السنتر لاين اللي هو في مركز الشارع اللي عرضه 10 متر. بس هذا ببين لي تغير التضاريس في السنتر لاين، ببين ليش تغير التضاريس على الجنبين. فحتى شوف كيف التضاريس تتغير على الجنبين شو بدك تعمل؟ بدك تشرط بشكل عرضي مش بشكل طولي. عرضي يعني عمودي على مين؟ على الطولي، على السنتر لاين. واضح؟ شو معنى انك تشرط؟ هل فعلا انت بتجيب مشرط وتشرط؟ لا. اللي بصير كالتالي، انه انت هاي نقطه على السنتر لاين هذه بتلزمني المقطع الطولي ماشي. طب المقطع العرضي بيلزمني نقاط على الجنبين. فانا بشوف كيف التضاريس تتغير مثلا على اليمين، ولا التضاريس ماشي بنمط معين ريجولار سلوب. على بعد 3 متر تغيرت التضاريس. فعند نقطه التغير هاي شو بعمل؟ اللي ماسك المسطره معي حط المسطره وباخذ قرار. اذا عندي مسافه على اليمين 3 متر واخذنا قرار، صار ارتفاع النقطه معلوم ولا مش معلوم؟ معلوم. انا ناصب جهاز اليمين باخذ قرار. يلا ماشيين على بعد 5 متر ردت الارض تغيرت، يعني من 3 متر لل 5 مشت الارض بانتظام ريجولار سلوب، وبعدين ردت تغيرت التضاريس. فعند الخمسة متر شو بعمل؟ باخذ كمان نقطة. على 7 متر ردت تغيرت، باخذ لي 3-4 نقاط على اليمين، 3-4 نقاط على اليسار. بس بحاول اني اخذ يعني بمقدار عرض الطريق بلس. شو معنى كلامي عرض الطريق بلس؟ يعني اذا كان عندك الشارع عرضه 10 متر بناخذ لنا 6-7 متر على اليمين و 6-7 متر على اليسار، قد ايه صاروا؟ 13-14 متر. ليش الزياده هاي؟ عشان المصمم يعرف كيف الارض بعدها بتتغير. ممكن الارض بعدها يصير عندك منحدر سحيق صح؟ منحدر شديد. فهنا المصمم بيعرف انه انا لازم اعمل جدار استنادي، او لازم احط حديد الحمايه هذا للسيارات فيما لو السياره انزلقت ولا مزبوط ولا لا. فعندنا المقطع العرضي بده يغطي حرم الشارع وزياده شوي. واضح؟ عند كل نقطة بناخذ مقطع عرضي، مش مرة واحدة. عند كل نقطة في المقطع الطولي بدنا نعمل مقطع عرضي. واضح الكلام هذا؟ لأن بنيجي لعملية الرسم. الارتفاعات بنحسبهم زي ما بنحسب النقاط في المقطع الطولي. فأنت عندك ارتفاعات وعندك المسافات على الجنبين. وأنت بتسجل طريقة التسجيل يا شباب. لكل مقطع عرضي بدك تعمل رسم زي هيك، سكتش مش رسمي، سكتش. هلا انت ماشي لنفرض نعمل سكشن للشارع اللي من امام الجامعه لعند تقاطع شارع تونس مع شارع رفيديا. فانت هذا اتجاهك، وانت رايح للشرق هذا يمينك وهذا شمالك. ففي عندي رايت وفي عندي ليفت، هاي الرايت وهي الليفت. هلا بدك تاخذ مقطع ارضي عند النقطه رقم 3 على سبيل المثال. عندك نقطه رقم 1 2 3 4 5، نقطه رقم 3 عند كل النقاط طبعا ناخذ مقطع عرضي. تعمل سكتش والله على المسافه 3 متر على اليمين كانت قراءة المسطره 1.17، هيك بتسجل. على مسافه 5.3 تغيرت التضاريس، قراءة المسطرة كانت 2.89. معلومة جرى، تاخذ لك 3-4 نقاط على اليمين، 3-4 نقاط على اليسار. من قراءة المسطرة هذه بإمكانك تحسب الارتفاعات.
الآن صار عندك مسافة وارتفاع تقدر توصل مستكشين وتقدر إيش؟ تقدر. في حاجة إن نغير مقياس الرسم هنا. يعني في المقطع الطولي استخدمنا مقياس رسم عمودي 5-10 أضعاف الأفقي. هل هناك حاجة لتغيير مقياس الرسم؟ لا. لأنه ديستانس صغيرة. وممكن لو كنت على سفح الجبل ممكن يكون عندي فرق ارتفاع بقدر عرض الشارع صح؟ ففيش داعي نغير مقياس الرسم. أي استفسار شباب؟ التطبيق الثالث اللي هو كونتورينج. حتى نفهم الموضوع هذا خلينا نسأل سؤال. في أول موضوع أخذناه اللي هو مساحة الجنزير مش في المساحة في المختبر. أنا ما أعتقد أنكم عملتوا بخطتين، واحد بالإيد والثاني على تبت. المخطط كان عبارة عن بلان لمنطقة معينة تم إعطائها لكم صح؟ الآن لو جبنا أحد المخططين هذولا إنسالي معرفتك في المنطقة، لو جبنا مخططنا المخططين اللي أنت عملتهم ورحت أنا مأشر لك بالقلم على نقطتين، قلت لك مش حسب معرفتك حسب المعلومات اللي موجودة في المخطط احكي لي أنين النقطة اللي فيهم أعلى من الثاني، هل يوجد معلومات؟ وكديش ترتفع عن الثاني؟ موجود. اللي عملتوه سابقا هو فقط تمثيل بعدين من أبعاد الأرض إكس واي على ورقة ذات بعدين. ماذا عن البعد الثالث للأرض؟ الأرض فيها كم بعد؟ ثلاثة إكس واي زد ارتفاع إيش؟ Now the challenge is how to represent the three dimensions of the earth on a paper that has two dimensions. This can be done through contours. What is a contour? And the process is called contouring. What is a contour? In order to understand this, خلينا ننطلق من الرسم. Later we'll differentiate between تلي جبل هضبي كلهم من نوع من فصيلة مرتفع okay. ولكن مجازا خلينا نقول هذه اللي عندنا تلي. التلي أعلى نقطة على أقصى نقطة شو تتوقع يكون؟ عشرات الأمتار بس. دخلنا بخانة المئات والألوف صار اسمه إيش؟ جبل. نفرض إنه هذه كانت تلي وأعلى ارتفاع في التلي كان 304 متر. لنتخيل إنه عندنا هوريزونتال بلين على ارتفاع 300 متر. أنا بصفن عشان أعطيكم فكرة إنه تخيلوا الوضع شو هو. إذا هو أعلى من التلي ولا أخفض؟ هاي هوريزونتال بلين. قديش منسوبه؟ هذا الهوريزونتال بلين نتخيل انه كان حاد الجوانب وقلنا له خذ مجدك كل شيء بتلاقيه في طريقه قصه. اذا هو شو عمل في التلي؟ قصه. شو صارت التلي من فوق؟ فلات. كل النقاط لها نفس الارتفاع اللي هو ايش؟ 300 متر. بالضبط هي هوريزونتال بلين على منسوب 300 متر صح؟ الآن حطيناك بهليكوبتر وخليناك تطير فوق التلة وهي مقصوصة
قلنا لك تطلع من فوق لتحت وعمل لي بلان لحدود المنطقة اللي ارتفاعها 300 حدودها. هسه صار ايش اللي هوريزونتال بلين منسوبه قديش؟ 300 بس في له حدوده وين بيلتقي السطح هذا مع الجوانب مزبوط؟ قلت لك ارسم لي هذا الحد حد المنطقة شو بتتوقع الحد هذا يكون؟ دائري مش دائري كيرفت اند كلوزد لاين وين بيكون دائري؟ لو كانت التلة بالضبط هي مخروط صح؟ كان طلع عندي دائرة بس أنا عندي تلة فيها انبعاجات فيها نتوءات صح؟ بس رح يطلع عندي خط منحني ولكن لازم يسكر على نفسه مزبوط؟ معي ولا مش معي؟ تعالوا نرسم مع بعض يلا اعمل بلان انزل هذا ممكن الشكل اللي طلع معي هو زي هي. كل النقاط هنا شو منسوبها؟ النقطة اللي في الوسط لو بدنا نوقعها على البلان احنا بنعمل بلان قديش هاد يكون منسوبها؟ 104 بنسميها سبوت اليفيشن. الان شوفوا شو عملنا. الان نزلنا البلان للبلين هذا الهوريزونتال بلين اللي هو على منسوب 300 نزلناه لتحت 20 متر شو صار منسوبه؟ 380 قلنا له يلا قص مرة ثانية قص انت بالهليكوبتر فوق قلنا لك يلا طلع لي على طبعا هذا كلياته راح هذا ما ضلش فيه شيء مزبوط هذا المنسوب الجديد الان قلنا لك اطلع فوق لتحت ورسم لي حدود المنطقة الجديدة وين بدها تكون؟ كل النقاط هذه شو منسوبها؟ 280 نزلنا كمان 20 متر 260 ارسم كل النقاط هذه منسوبها 260 نزلنا كمان 20 متر يا ترى لو كان انا عندي هنا بناي في المنطقة هذه على جنب ما موجود على جبال نابلس مش موجود على سفع الجبال بنية ثانية فهي البناية في البلان هي ممكن تيجي هنا في البلان انت طبعا بتشوف راسها من فوق لتحت بس ظهر البناية مزبوط يعني بما معنى على البلان انت بتبين كل التفاصيل سواء كان ناتشرال اور مان ميد بنايات طرق وما الى ذلك وبينا هذه الخطوط الوهمية هذه الخطوط حقيقية موجودة على ارض الواقع خطوط وهمية بس عمالها بتوصل بين النقاط اللي هي نفس المنسوب ناخذينه شو ناخذينه كل خط من هذا الخطوط يطلق عليه مصطلح كونتور هي بالانجليزي كونتور وتعني بالعربي خط كونتور ولكن احنا عاده بنقول كونتور لاين يعني كانك بتقول خط كونتور بس مش مشكله كونتور لاين او كونتور نفس الشيء طب كيف نعرف خط الكونتور اور ذا كونتور لاين ايتش اوف ذيس از كولد كونتور الان انت تخيل هاي المنطقة مش موجودة. انت هذا اللي موجود امامك. طلع على ايدي. 240 260 280 304 واضح شو بتمثل هذه؟ تل. اذا تمكنت انا من خلال الخطوط هذه من ان امثل ايش؟ التضاريس. بتعرف عليها. واضح؟ فهذه الخطوط اللي نرجع عندي يطلق عليها contour lines
for contours. And if you want to define the contour line, we define it as an imaginary line that connects points that have the same elevation. خط وهمي يصل بين النقاط ذات المنسوب الواحد. الآن ليش سميناه وهمي؟ أنت لو طلعت على تلة أو الجبل بتشوف الخطوط هذه؟ ما بتشوف، هي نتيجة تخيل معين. واضح؟ الآن أنا لو أشرت لك على هذا المخطط على نقطة موجودة هنا، قلت لك هذه شو بتتوقع منسوبها؟ بتقدر تتنبأ بمنسوبها ولا لا؟ بتقول لي هاي النقطة أقرب لهذا الخط بشوي. طب بين هذا الخط وهذا الخط 20 متر، يعني هاي النقطة ممكن يكون ارتفاعها 248 صح؟ هل 240 260 248؟ الآن بالضبط قديش احنا نعلمكم في بروسيس أو طريقة نسميها linear interpolation أو interpolation in general، لأنه في عنا عدة طرق للinterpolation، راح نتعرف كيف نجيب الارتفاع. The vertical distance between two consecutive contour lines، المسافة العمودية بين خطي كنتور متتاليين، يطلق عليها اسم كنتور انتربل، فترة كنتورية. فهي الحالة كدش الفترة كنتورية 20 متر. هل دائما هي 20؟ يفضل أن تكون ثابتة على المخطط الواحد، يعني بنفس المخطط ما نستخدم مرة 10 ومرة 20 ومرة 100. الحصة قادمة بنحكي عن هكذا، ولكن تختلف من مكان إلى آخر. في عدة عوامل تحكم قديش مقدار الفترة الكونتورية، هنتعرف عليها بالحصة الجاية إن شاء الله تعالى. كمان الحصة الجاية راح نتعرف على خصائص خطوط الكونتور، characteristics of contour lines. قبل ما ننهي، حدا بيقدر يفكر لي بكونتور لاين ريال حقيقي مش وهمي؟ احنا ما عرفنا انه وهمي صح؟ حدا ممكن يفكر لي في ريال كونتور؟ شجرة مجسم. انا بسأل عن خط بالارصاد مي راكدة مالها؟ بس ما هو سطح المي هو سطح بلين، انا بحكي عن خط. سطح عمارة او سطح بنائية. خلينا في المي اللي حكى عنها، هو قصد صح بس يمكن ما عبرش عنها صح. لو كان عندك بركة مي والمي هذه نقطة التقاء المي او خط التقاء المي مع اليابسي، هذا خط كنتور، لانه النقاط اللي نفس المنسوب. لو كان عندك كاسة شاي حطيتها على الطاولة، سطح الشاي التقاؤه مع محيط الكاسة هو خط كنتور، نقاط اللي نفس الارتفاع صح؟ بس in general طبعا كنتور لاينز فيما يتعلق بالتضاريس برا، we say that they are imaginary lines because you don't see them. هذا مثال على برضو كونتورز لتلتين بجنب بعضهم البعض، اطلعوا عليهم، وزي ما حكينا المرة الجاية بنكمل معكم إن شاء الله تعالى